بران بران عالم كيف متونسة ولا داعش؟ خلصنا من داعش ونعرف روح ابو داعش وخلص من كل شيء خلصنا، والحمد لله العالم متونسة طالعة يشوف الناس، ناس تشوفها زين. حجة ست طالع انت وعائلتك؟ اي والله انا وعائلتي. شو شفت الوضع لمن هنا التعامل؟ والله جيد جدا، اخوتنا مثل ما يقول وما يقصرون. الحمد لله الدنيا بخير ومتونسين ومرتاحين، والله يجعل ان شاء الله دوم هيك يصير علينا. حجيه كل عام انت بخير بمناسبه عيد الام. وانت بخير والحمد لله وكل الامهات بخير، والله يسر علينا وعليكم، والحمد لله احنا يعني حيل مكيفين ومرتاحين ومتونسين بهذه الاجواء. حجيه شلون شفت تعامل القوات الامنيه هنا وياكم؟ والله الله يرضى عنهم ويبارك بيهم ويسر عليهم، الحمد لله لو ما هم يعني احنا ايش حال كنا، الحمد لله. ما شاء الله حيل طيبه ومتونسين الناس وعايشين بالامن والامان. مستقرين، وهذا قائد عمليات جاي يفتر مع الناس وقائد فرقة والناس كلها مبسوطة وماكو مشكلة. كلمة قائد فرقة 16 وقائد عمليات ما ينشك يعني ما ينوصفون بالشكر، نريد نقدم ونعبر لهم ما ينوصفون. الحمد لله اجواء حال زينه، ونريد ان الله سبحانه وتعالى بس ان يستر علينا، واكو ناس يعني بس من انظلموا وك داعش، هذول الشرطه المنحله والمفصولين ينداعي بيهم بكي، يعني من الله قالها قوات الامنيه نترجعهم، وصاحبين عوائل وكنا تعبانين، واي واحد شريف قالها يعني وانسان يعني طيب ويريد الخير لهالبلد هذا انه يعني شنو يدير باله على البلد هذا، امانه برقابنا كل واحد شريف عراقي ويريد حق الله. والله مناسبة حلوة وشوية ازدحامات اي ضايقنا الازدحامات، والحمد لله من كثرة المواطنين اللي جاية هنا. والله من كثرة المواطنين. اي والله زين، شلون شفت التعامل القوات الامنية هنا وياكم؟ جيد جدا والله، كلش جيد جدا، ونشكر القوات الامنية ونشكر قائد عمليات نينوى ووفروا الامان، وجيد جدا، اجواء كلش عالية والناس الحمد لله متوفرين ومرتاحين متونسين، وإن شاء الله دوم يبقى الشكل. اليوم العوائل غادرت منازلها وكلها طالعة يعني بمنطقة الغابات ومنطقة الشلالات، احنا موجودين نشارك اهلنا افراحهم، وان شاء الله دائما يا رب اهل الموصل باحسن حال، والله يمن عليهم ان شاء الله دائما بالافراح والسعادة وما نغص حياتهم ان شاء الله اي شيء. احنا حاليا في منطقة الشلالات ونلاحظ أهالي الموصل الكرام يمارسون الحياة الطبيعية وبأعيادهم وأفراحهم، واللي هو كان يوم عيد الربيع، وهذا إن شاء الله تستمر هذه الأعياد على أهالي الموصل، وإن شاء الله أيضا نحن نعاهدهم سنكون سند لهم في ملاحقة الجيوب النائمة أو اللي يفكر أن يعود إلى مدينة الموصل بالواجبات. والآن احنا تلاحظون بين أهلنا وبين الشباب والعوائل من هذه المدينة، احنا اللي نتبناه من أهالي الموصل هو أيضا استمرار بالتعاون والتنسيق مع القطاعات الأمنية، لأنه الأمن لا يتم إلا بالقطاعات والأجهزة الأمنية وأبناء الموصل، فإن شاء الله أتمنى لهم أعياد مستمرة إن شاء الله.